مساء الخير على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعيها في كل مكان. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس. استكمالا لما تحدثنا عنه في حلقاتنا السابقة، نتحدث اليوم عن حقوق الأبناء على الآباء مع ضيفي اللي نورني وشرفني النهاردة، الأستاذ حمدي علام. أهلا بحضرتك مرحب يا بيك أستاذ يا حمدي، نورتني وشرفتني النهاردة. يا مرحب بيك يا فندم. أستاذ حمدي، حدثنا عن حقوق الأبناء على الآباء. أولا بنقول لوزارة الداخلية كل عام وأنتم بخير من حي رجال الشرطة المقيمين على البلاد. ثانيا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي علمنا ما هي حقوق الأبناء على الآباء وما حقوق الآباء على الأبناء. فهنا شتاني، تحدثنا في حلقة سابقة عن بر الوالدين وعقوق الوالدين، وتحدثنا عن حق الوالد على ولده، فهنا نتحدث عن حق الولد على أبيه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، وقال: فازفر بصاحبة الدين تربت يداك، أي تعلو وترتفع. فحس الرجل على اختيار زوجة صالحة تكون مناسبة لابن بعد ذلك حتى لا يعير بها. ولما جاء رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وكان يشتكي عقوق ولده له، فبحث سيدنا عمر رضي الله عنه أحد الصحابة ليأتيه بابن الرجل، فلما مثل أمامه وهم أن يضربه بضرته فقال: مهلا يا أمير المؤمنين، فلقد عقني والدي قبل أن أعقه. قال له: كيف؟ قال: ما هي حقوق الابن على أبيه؟ هل هناك حقوق على الأب لابنه؟ قال: نعم. ما هي هذه الحقوق التي جملها لنا سيدنا عمر رضي الله عنه؟ قال: أن يختر له أما صالحة لا يعير بها بين الناس، ثانيا أن يختر له اسما صالحا لا يعير به بين الناس، وأن يربيه على شريعة الإسلام وعلى الخلق الكريم. فقال: يا أمير المؤمنين، أبي لم يفعل ذلك كله، بل سماني جعلا أي الخنفساء، وجاء بأم لي زنجية، تمام، فكنت أعير بها بين الناس ولم يربيني على الخلق. فقال سيدنا عمر الرجل وهم أن يضربه، قال: لقد عققت ولدك قبل أن يعق. إذن للأبناء حقوق لا ننكرها، ولكن ليس معنى ذلك أن ليس على الابن حقا لوالديه. فكم من آباء يبذلون كل غال ونفيس من أجل أبنائهم، وفي آخر المطاف يكون الرد من الأبناء العقوق ورميهم في الشارع وغير ذلك. نعم، بنشوف كتير، يعني بشوف ناس كتيرة جدا، مثلا أبهات مثلا بيحصل بين الزوجين انفصال، ومثلا الأب يرمي ولاده وما بيستعرفش عليهم خالص، يعني هم المفروض ان الولاد ضحية، ما بي مثلا المفروض ان هم ما ياخدهمش او ما يعاقبش امهم بيهم، او اللي هو بيرمي ولاده ولا بيسال فيهم ولا كانهم ولاده خالص. ليس للابناء ذنبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف: كفى بالمرء اثما ان يضيع ما يعول، كفى بك اثما ان تضيع ما تعول. وقال في حديث اخر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب في بيته راع ومسؤول عن رعيته، وحق عليه، واجبا عليه الإنفاق على طفله هذا الصغير من حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أحد الصحابة قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فإن أطأبت المطعم لولدك كان صالحا فكان بارا بك. طب في مثلا لو طفل بابا مثلا اتفصل عن مامته ورماه او ما استعرفش عليه خالص طول طفولته، في عز احتياج ابنه لاحتوائه ولحنان الاب هو رماه ما استعرفش عليه خالص، وجه الطفل ده مثلا كبر او الابناء دول كبروا،
اصبحوا ان هم ما بيستعرفوش برضو عليه زي ما هو ما كانش برضو في عز طفولتهم في عز احتياجهم لاحتواء وحنانه ما كانش بيستعرف عليهم خالص. ايه رأيك ان مثلا لما الطفل ده يكبر او الابناء دي تكبر ما تستعرفش عليه برضو لان هو ما كانش يعني ما ادهمش حنان ما ادهمش احتواء ما كانش بيستعرف عليهم؟ ايه الكلمة اللي انت ممكن توجهها للشخصيات دي من الابهات؟ يعني استنبط من سؤالك اولا ان الاب هنا لم يربي الطفل، فلا يطلق ابا الا بالتربية. ليس الاب ما يكتب في ورقة وينسب باسم للطفل. الأب من يربي، من يقيم على الإنفاق، من يربي هذا الطفل ويحميه صغير ويحنو عليه. فإن كان جحده صغيرا فهل ينتظر منه وهو كبيرا في السن أن يرجع إليه؟ مستحيل ذلك، لأن الطفل في سن السادسة من عمره إلى سن الثامنة عشر من عمره يتوالف مع أبيه ومن حوله، فإن تعلق بهم لن ينساهم أبدا وإن سافر إلى أبعد البلاد. فنحن الذين نعك أبناءنا قبل أن يعكونا، فلو أننا أبررنا بأبنائنا وأحسننا التربية وأنفقنا عليهم وكنا وازعا قويا خلفهم أمام المجتمع لكانوا بنا بارين في الكبر، كما قلت منذ قليل ما حدث مع هذا الشاب في قصة سيدنا عمر رضي الله عنه. طب ايه الحاجات اللي انت بتنصح بيها الاباء تجاه ابنائهم؟ انصح الاباء ان يحنوا على ولده الصغير وان يطعمه من حلال وان يختاروا قبل القدوم الى الزواج امرأة صالحة تكون اما لاولاده، فربما تختار اما تكون سببا في إتعاس أبنائك. وكذلك المرأة لابد أن تختاري أبا لأولادك، لا تنظري إلى شكل وهيئة ومال ومنصب فكل ذلك زائل، وما يبقى معك هو روح الرجل سند ودين الرجل وأخلاقه. فاختاري لأبنائك سندا واسما لا يعيرهم به الناس بعد ذلك. كذلك الشاب لابد أن يختار زوجة صالحة وأن تكون ذو خلق حتى تربي له أطفالها، تربي له أطفاله وتقوم على تحسين خلقهم، فبسهم في المجتمع يكون إصلاحا وليس إفسادا. طيب هل تقصير الآباء تجاه أبنائهم بيأثر بمستقبلهم؟ أكيد أكيد، إن الآباء حينما يقصرون في تربية أبنائهم يؤثر ذلك على الأبناء، فيؤثرون بموجب ذلك على المجتمع الذي يعيشون فيه بالسلب، لأنك أنشأت شابا غير مستوى نفسيا أو متزنا عقليا، عنده اضطراب بخلافات كانت بينك وبين زوجتك لشهوة أو لمال أو لغير ذلك، فليس للابن هنا ذنبا على الإطلاق. ولقد سمعنا منذ أيام هذا الرجل الذي يجرد ابنته الصغيرة في البرد أمام الناس ولا يقبر لأحد، فليس هذا أبا أصلا، والقانون هنا يعاقبه. القانون موجود ورادع ويرد على الجميع، إن كان قانونا إلهيا أو قانونا مدنيا، لأننا بلدا مدنية نعمل بقانون مدني، فقد حفظ القانون حق الإبن على أبيه وحق الأب على ابنه، لا ينفصلان. طيب يعني أصبح دلوقتي من خلال كلامك إن الطفل اللي مثلا باباه مثلا سايبه او رماه او كده لما يكبر وما يستعرفش على باباه اصبح ان هو مش عاق؟ لا، لم يكن عاقا. تمام، ولكن لابد ان يعامله برفق وبإحسان لأنه أبيه، يعامل أبيه. طب ما هو ما لا يكون زاجرا معه. طب ما هو أبيه وهو طفل ما عملوش برفق. لا أطالب هذا الشاب أو هذا الطفل أن يعطيه ما لم يعطيه وهو صغير، ولكن أقول له عامله معاملة حسن.
لا تسبه، لا تشتمه، لا تتعدى عليه، لأنه في نهاية المطاف أبيك وإن كان في ديانة أخرى. ولكن لا أطالبك بأن تعطيه ما لم يعطيه لك في الصغر، فهو الذي فرط في حقه قبل أن تفرط أنت. تمام. أعطاه الله مكانه وفرط فيها بتخليه عن ولده. صح. والأمثلة كثيرة، يعني زي إيه؟ تجد أن الأمثلة كثيرة أمام أعين الناس في المجتمع، أن تجد الأب يترك الأم عند الأهل معها ابنة أو ابن أو أبناء كثر ولا يسأل عنهم، وإن قابلهم يقابلهم بكل برود وكل جحود. هذا ليس أبا. فالأب يا سيدتي هو من يربي الطفل، من يحن عليه، من هو من يربي الطفل ويقوم على تربيته والإنفاق عليه وتحسسه حينما يكون مريض. هذا هو الأب. الأب ليس بالمال أن تعطي مالا فقط، لابد أن تقدم حنانا لهذا الطفل، أن تقدم له نصائح، أن تجلس معه وتعلمه وتربيه حتى تكون أبا في الإسلام، كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مع السيدة فاطمة رضي الله عنها ومع أبنائه. وكان يحمل سيدنا إبراهيم وهو في المهد صغيرا، وكان لم ينجب الذكور، ثم رزقه الله من مارية القبطية بطفل سماه إبراهيم، وكان يطوف حول الكعبة ويحتضنه. وحينما وفته المنية توفى سيدنا إبراهيم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم دمعة عيناه. الصلاة والسلام والتسليم. طب هل في قانون بيحمي حق الطفل إذا أهمل فيه الأب؟ موجود القانون من سنة 90، تمام، وتطور إلى 2008 تم تعديله، تمام، وشددوا العقوبات في ذلك. المشرع المصري لم يترك شيئا للحديث، وضع قوانينا كثر، ولكن من ينفذ هذه القوانين؟ نطالب بقى من الدولة والمقيمين عليها أن ينفذوا هذه القوانين وأن ينشروها على الناس. وسعدت جدا من حينما شاهدت على السوشيال ميديا خبرا بأن يطرحوا قانونا بأن من يضرب زوجته يعاقب بثلاث سنوات أو خمس سنوات. تمام. هذا لأننا مجتمعا جبلنا على الخوف. صح. كما قلت لك. صح. فحينما نضع العقاب تجدي جوابا لذلك، وحينما نهمل العقاب لا تجدي أن الناس يتبعون الصواب. فتعلموا، تعلمنا في مجتمعنا أن يوجد عقاب حتى نلتزم. حتى الله عز وجل أنزل عقابا لأنه أدرى بخلقه، فأنزل عقاب السرقة وعقاب القتل والزنا وغير ذلك ليهذب الناس، لأنه يعرف وهو الخالق عز وجل أن الإنسان جبل على الخوف. ولولا العقاب ولولا أن هناك نارا والجنة ما سعى الناس أن يتنافسوا في الخير. يعني هذا ما وضعه الله عز وجل. كذلك المشرع في دولتنا المدنية، تمام، وضع قوانينا جازمة لذلك، وسعدت بهذا الخبر. اللي هو من يضرب زوجته. أيوة، لأنك لست رجل أن تتعدى على زوجتك. وإن كان أمام أطفالك فأنت تروع هذا الطفل. من حق الطفل عليك أن تراعيه نفسيا، فلا ترفع صوتك في بيتك ولا تمد يدك على زوجتك أمام هذا الطفل حتى لا تجرح مشاعره وحتى لا ينتفض منك. وتعقده يعني الصوت العالي من الأب في البيت بيسبب حالة نفسية سيئة للطفل نفسه. كثرة الطلاق، أنا عملت في المحاماة، كثرة قضايا الطلاق أغلبيتها تجديها بسبب الآباء مرضى نفسيين، عندهم انفصال في الـ في الـ في الشخصية، لأنهم تربوا على أشياء فبيترجموها عمليا في البيت بعد الزواج. فأنصح الآباء، اجلس مع من يأتي إلى ابنتك أولا. اجلس أنت، لا تجلس هي، ربما تكون صغيرة في السن ولا تقوم الأمور. فاجلس أنت وأمها معه وحاوروه، هل هو رجل يتحمل مسؤولية بيته وأبنائه وذو خلق ودين أم لا؟ فإن كان غير ذلك فأنت عن غنى عنه، وابقي بابنتك في بيتك. كذلك لا بد من الزوج الشاب الذي يتقدم لزوجه أن يكون ناضجا عاقلا ذو فهم
فيجلس مع من يأخذها أما لأولاده، ويعرف فكرها، ويعرف صلاحها مع الله عز وجل، وثقافتها، حتى تربي له نشأ صالحا فيفيد المجتمع لا يضر بالمجتمع، ويكون بارا به بعد كبره. طب ايه هو او ما هي دور مؤسسات الدولة في الحفاظ على حق الطفل؟ هناك مؤسسات كثيرة، حق المرأة زي ايه؟ جمعية المرأة، وهناك مؤسسات حق الطفل التي جاء القانون يترجم ذلك. في بلاد أوروبية نفذوا قوانين جازمة أنه من يتعدى على طفله يأخذوه منه ولا يراه بعد ذلك. ده بره، مش عندنا في مصر. فلا بد أن نضع قوانين تشابه ذلك، لأننا نجد طفل الشوارع، ونجد أطفالا تعمل في أعمال صعبة وأبيها يجلس في البيت، ونجد أطفالا أخرى تشتكي من أن أباها لا ينفق عليها، ويطلق أمه، ويتركه عند أخواله أو أعمامه أو غير ذلك، ولا ينفق عليه ولا يتودد إليه، وإن تودد كان باردا معه حتى في مشاعره. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع ضيفي اللي نورني وشرفني النهاردة، الباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام. يا مرحبا بك. أستاذ حمدي، عايز أسأل حضرتك، هل عدم الاختيار الصحيح يؤثر أو يسبب في ضياع الأطفال؟ أكيد. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: تنكح المرأة الأربع، فاختار الدين وقال: تربت يداك، أي تعلو وترتفع. فإن اخترت امرأة ذات دين وخلق كانت أما لأولادك، فربتهم بتربية صحيحة. كذلك على الزوجة أن تختار من يأتيها ذو خلق ودين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه. الخلق ملتصق بالدين. فاختاري لأبنائك أبا وليس ذكرا، أو ليس مالا وليس منصبا، اختاري لأبنائك أبا ذو خلق ودين. تمام. تستندي عليه في الشدائد، يحنو عليهم ويحنو عليك. تمام. كذلك على الزوج أن يختار زوجة صالحة، اختر لأبنائك أما صالحة تكون ذو ثقافة وعلم، حتى تربي لك أطفالك فتفيد المجتمع ولا تضرهم. طب بسؤال، بالنسبة للشباب، يعني بالنسبة للبنات والشباب، الولاد يعني الرجال والبنات، ايه النصايح اللي انت ممكن تقدمها لهم في اختيار شريك الحياة؟ ازاي انا كبنت او مثلا اخويا كراجل، او الشباب كلهم يختاروا شريك حياتهم، او اي بنت تختار شريك حياتها، ايه المواصفات اللي انا ممكن ان انا اختار بيها شريك حياتي؟ اقول لها: يا اختاه، ليست الخطوبة التي انت في صداها فسح وخروج وغير ذلك، لكنها اختبارا مصغرا من حياة الزوجية، فرضها الله عز وجل وأسنها رسوله صلى الله عليه وسلم، لتجلسي مع هذا الخطيب وتعرفي منه ما يدور في رأسه. بس الخطوبة دي عمرها ما كانت مقياس خالص وكذب للزواج. لا، هي يعني عايزة مواصفات. هي الثمرة. أنا لو شفت إيه بالظبط أعرف إن الشخص ده مش مناسب؟ ما هو بيطلع أحسن يقولون ما عنده في الخطوبة. يقولون، يقول العلماء: تحدث حتى أعرفك. إن تحدثت معه، ليس الكاذب بالمستمر، فالكذب ضعف. فإن استمررت معه في الحديث في أشياء معينة، لا بد أن يكذب. فإن كذب فأقول لك: لا تأخذيه. وإن كان ذو خلق رديء لا تأخذيه. بألفاظ سيئة. خذي فقيرا خير لك من غنيا ليس على خلق أو دين. تمام. خذي من يقومك أو بخيل ويحافظ عليك، أو يكون بخيل. هذه صفة، وتطلق المرأة بسببها أمام القاضي. أو يكون مثلا بيقول ألفاظ سيئة كذلك. طب بالنسبة للراجل بقى، بالنسبة للراجل: أيها الشاب، أنت مثلي، فاختر زوجة صالحة. حينما تطرق الأبواب اعلم بأنك تدخل هنا لتأخذ أمانة، فاعلم بأن تحافظ عليها،
فاختر زوجة تكون ذو سمت وتكون ذو دين وأخلاق وأب وأم ترجع إليهما في الشدائد. لابد أن ترجع، تجد في أبا جازما في البيت صارما ترجع إليه، راجل كلمته ترجع إليه، لأن لا يجوز لك أن تمد يدك أو تتلفظ على المرأة بأي شيء أو ترفع صوتك عليه. أنت أخذتها من رجل فأعيدها إليه يقومها، لا تقومها أنت. تمام. أنت ليس عليك قوامة، أنت تأخذ سكن لك. وجعلنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فجعل المرأة سكنا للرجل وليس تخرب فيه، فهو سكنك لا تخرب فيه، أعدها إلى أبيها يقومها لك. وإن لم يفعل أباها فخيرها، وإن لم ترضى فلك حرية أن تطلقها أو تبكي عليها وتصبر ولك الجنة. كذلك المرأة، المرأة أقول لها إن تصبري على سوء خلق زوجك فلك الجنة، وإن لم تصبري فبلغي حكما من أهله والده أو غير ذلك. فإن لم يأتوا منه بثمر فالأفضل لك الانفصال إن رأيت ذلك في صالحك. لا تصبري من أجل أطفال ربما بعد ذلك يكون الزواج بينك وبين هذا الرجل يسبب لهم مرضا نفسيا، فربما الانفصال أفضل. تمام. وتقومي على تربية صحيحة لهم. تمام. نورتني وشرفتني النهاردة. نور لنا. وبقدم كل شكر وتقدير لحضرتك، بقدم كل شكر وتقدير للباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام اللي نورني وشرفني النهاردة. وانتظروني مع الباحث الديني والاجتماعي الأستاذ حمدي علام في حلقات تانية كتير. وبقدم كل شكر وتقدير لقناة الصحة والجمال وكل المقيمين على قناة الصحة والجمال. وبقدم كل شكري وتقديري للسادة المشاهدين. انتظروني في حلقة جديدة من برنامج أريج والناس. أشوفكم على خير.